العربية ودنا جوامل دلالي هي قلوني دلالي هي دانا دانا ودانا داني ودلالي هي قلوني دلالي أهلا وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع البرنامج التعليمي للأورك بأشهر الأغاني العربية والمغاربية وكذلك التعريف بالمقامات العربية. دائما أطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وكذلك تعليقاتكم واقتراحاتكم تهمنا. اليوم غندير أغنية جميلة للفنان شاب خالد، هي أغنية أنا العربي ود الغابة والجبل، فابقوا معنا لتستفيدوا. أغنية أنا العربي ولد الغابة والجبل للفنان الكبير الشاب خالد هي في مقام خماسي، مقام خماسي اللي هو متداول في العالم حتى في الموسيقى الصينية والموسيقى الجزائرية والمغربية وكل الثقافات، لأنه أقدم، يعني في الدراسات تقول أنه أقدم مقام في التاريخ هو المقام الخماسي. الآن ناخذ مقام خماسي على الصول بالشكل التالي. هذا هو المقام الخماسي. ناخذ ايقاع علاوي على سرعة 78، واخترت الإيقاع علاوي طبعا لأنه متداول في البرامج أورغات، وإذا عندكم يعني إيقاع غربي فممكن كذلك. والاتباعي فأنا قد وضعت ناقص 2 في ترانسبوز، ناقص 2 يعني دوكارست للغناء. الآن سنقوم بعزف المقدمة الموسيقية اللي هي مثل الغناء، ثم نشرحها بالنوتة الحرفية. كما لاحظنا هذه هي الموسيقى، بسيطة جدا. الآن سنحاول شرحها بالنوتة الحرفية. دوغي 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 دو لا صول لا صول صول مي 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 غي دو غي دوغي لا صول لا صول صول. نعيدها مرة أخرى. دوغي 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 دو لا صول لا صول صول مي غي مي 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 غي دو غي دو غي لا صول لا صول صول. ثم هنا يكون عندنا لاربيج لا غي فا لا غي فا، ثم صول دو مي لا غي فا، ثم صول دو مي لا غي فا، هنا صول دو مي كما في الأغنية. الآن سنعيد
المقطع الموسيقي الأول ثم ندخل إلى الغناء. كانت هذه نبذة مختصرة عن أغنية أنا العربي ولد الغابة والجبل للفنان الكبير العملاق الشاب خالد. فأتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقات قادمة.